أسعد الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، تحدثنا في حلقات سابقة عن المنتدى الشامل أو الجمهورية الرابعة كما تسمى، كاترين ريبوبليك. هجينا في كاترين ريبوبليك والمنتدى الشامل وما تمخض عن المنتدى الشامل، وأن احنا قلنا أن احنا داخلين في دولة جديدة، أن احنا داخلين في دولة جديدة تختلف عن تشاد السابقة. كيف تختلف عن تشاد السابقة؟ لأن الدولة الجديدة دي كما تحدثنا في الحلقات السابقة كل شيء فيها يكون متغير، حتى عدد الأقاليم متغير، حتى نظام الحكم فيها مثلا نظام رئيس الوزراء غير موجود الآن، حتى المؤسسات الكبرى للدولة أدمجت وبعض منها ألغي. فلذلك الجمهورية الرابعة تختلف تماما عن تشاد القديمة أو التي نعيشها. نحن اليوم نتحدث أيضا مواصلة للحلقات السابقة، نتحدث عن مواضيع مهمة جدا، لابد يجب أن نتناولها وندقق النظر فيها. من المواضيع اللي يجب أن نتناولها موضوع الأخلاقيات أو السلوكيات، السلوكيات ده موضوع مهم جدا. معناته السلوكيات شنو أو الكومبورتيما أو الأخلاقيات شنو؟ حتى ولو جينا بدستور جديد، في بعض الناس بيقول لك حتى ولو جينا بدستور جديد، إذا كان الأخلاقيات الموجودة عندنا وإذا كان العقلية عندنا قاعدة، العقلية القديمة دي عقلية النهب والسرقة واختلاس أموال الدولة دي، إذا كانت موجودة معانا حتى في الجمهورية الرابعة، إذا كانت موجودة معانا بمعنى أن إحنا كأن لم نغير شيء، فلا بد أن يكون تغيير الجمهورية الجديدة أو الانتقال إلى الجمهورية الرابعة لا بد أن يكون في سلوكيات جديدة، في أشخاص وطنيين جدد، أو الأشخاص القادمين أيضا يجب عليهم أن يصلحوا السلوكيات القديمة. فكرة السرقة ونهب أموال الدولة واختلاس أموال الدولة والرشوة دي لا بد يجب أن تغير. إذا كان دي ما غيرناها حتى ولو جينا بدستور جديد ما في تغيير، لابد الدستور الجديد والجمهورية الجديدة يكون تختلف عن الجمهورية السابقة. والناس اللي بيسرقوا أموال الدولة وبينتهبوا بنهبوا أموال الدولة دول لابد يجب أن يتنحوا أو أن يغيروا سلوكياتهم وأخلاقهم. الشباب أيضا المؤتمر تحدث عن ترقية الشباب، لكن مشاركة الشباب كانت مخيبة للآمال. الشباب كانوا شاركوا لكن مشاركتهم كانت مخيبة للآمال، حتى رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو لم يكن مرتاح منها، لأن مشاركتهم وكيفية تداخلهم في المؤتمر وكيفية مناقشتهم للمواضيع ما كان بالكيفية اللي كان مطلوبة، ما كان بالكيفية اللي كان الشباب يتطلع والمجتمع ينتظرها. أن المجتمع ينتظر شباب واعي، شباب مثقف، شباب نير، شباب يطالب بأخلاقية، شباب يتناول المواضيع بصورة معقولة، لكن مش شباب همجي، مش شباب يثور، مش شباب يدمر، ده مش الشباب اللي منتظر. فكانت مشاركتهم ايضا من المشاركات المخيبه للامال. ونحن اليوم نتحدث مع ناس مسؤولين من الشباب، وخصوصا في شباب الحركه الوطنيه للانقاذ، نتحدث عن الشباب اللي بتنتظرهم الجمهوريه الرابعه. هل هؤلاء الشباب يمثلون الجمهوريه الرابعه، او هؤلاء الشباب ممكن ان يدخلوا في يقودوا الناس في الجمهوريه الرابعه؟ نتحدث عن الاعلام، من الاعلام المنتظر أو ما هو الإعلام المنتظر، ومن الإعلام المنتظر يصاحب الجمهورية الرابعة وممكن يشارك الدولة في عملية التنمية في الوقت المستقبل، أو إعلامنا اللي موجود حاليا بصورة اللي موجودة حاليا دي، سواء الإعلام الخاص أو الإعلام العام، ده الإعلام اللي ممكن يدخل في الجمهورية الرابعة ويصاحبها. نتحدث عن السلطات التقليدية، شيف دي كانتو أو شيف دي تربي أو المشايخ التقليديين أيضا لهم دور كبير جدا، والمؤتمر أزز مكانتهم وأوصى المؤتمر بأن السلطات التقليدية لابد أن يكون لها دور كبير جدا. أنا لدي مواضيع كثيرة جدا، لكن دي رؤوس الأقلام أو هذه ما أهم المواضيع اللي ممكن نتناولها في هذه الحلقة. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ أحمد عمر أحمد كان مستشار إعلامي للرئيس الوزراء سابقا، وكان أيضا المدير النائب للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون سابقا، والمفتش العام لوزارة الإعلام أيضا سابقا، وحاليا
الأمين التنفيذي لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ، وهم موضوع الشباب ده يعنيهم. أستاذ أحمد عمر، نرحب بك في برنامج قضية الحوار، ونحن سعيدين جدا أن نستضيفك في هذه الحلقة، وخصوصا في مناولة هذه المواضيع المهمة بالنسبة للمشاهد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك الأخ علي فاضل على استضافتك لنا في هذا البرنامج، وعلى هذا البرنامج القيم الذي يناقش دائما قضايا تخص المجتمع التشادي والدولة. تمام. كما دعوني أن أرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو شخص عزيز علينا، الأستاذ عبد السلام علي سعيد. عبد السلام علي سعيد كان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا يعني، وحاليا المفتش العام النائب بوزارة المرأة، وشخصية مرجعية، وشارك في المنتدى الشامل الذي أقيم في العاصمة الجمينة، ونحن بصدد الحديث عنه. أستاذ أهلا وسهلا بك في برنامج قضية للحوار. شكرا الشيخ علي. شكرا أستاذ علي، بارك الله فيك، وشكرا للاستضافة. طبعا نبدأ الحديث بك، شارك في برنامج في المنتدى الشامل أو الفورم الذي أقيد في العاصمة الجمينة، وطبعا خلينا نتكلم باللهجة البسيطة عشان حتى المشاهد أيضا يستفيد منها. أنت أيضا شارك معهم وتداخل في 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 المنتدى، نريد أن نعرف تقييمك العام لهذا المنتدى الذي أقيم، وشارك فيه حوالي 800 أو 800 شخص من الشخصيات الكبيرة جدا ومن المؤسسة المهمة في الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء لابد أن نرجع ونتساءل لماذا أقد منتدى شامل وطني شامل وفي الوقت ده. لأن رئيس الجمهورية سيادة الرئيس أعهد شعبه في وقت الانتخابات، قال لهم إذا انتخبتوني لابد ننشأ منتدى شامل لكي نناقش فوق جميع المواضيع، وخاصة المواضيع التأرقل لنا مسار التنمية للدولة الشادية. من ضمن المواضيع اللي ذكرها القرار بأسس نشأ المنتدى هي مسألة الحكم، الحكم الذاتي، الحكم الرئاسي، حكم تنفيذي برئيس وزراء. ولماذا طرحت الأسئلة دي؟ لابد الرئيس شاهد الحكم التنفيذي اللي هو ينفذه عبر رئيس الوزراء ما قائم على مستوى الشيء المنتظر منه، الشيء المطلوب منه ما قادر بنفذه. لأجل ذلك كان من ضمن البنود النوخشت في هذا المؤتمر للذكرى، المؤتمر جمع جميع أطياف الشعب التشادي من الشمال للشرق للغرب، والعدد كثير مما قلت يكون يساوي 1200 شخص شاركوا في المنتدى. بالفعل ناقشوا جميع المواضيع تخص العدالة، مواضيع تخص المرأة، تخص اللغة العربية، تخص حتى مشاكل الورثة ومشاكل الدية، في مشاكل كده كان لها أهمية في البلد وما نوخشت قبل كده بالطريقة اللي نوخشت فيها في هذا المنتدى. المنتدى كان له رئاسة إدارة المنتدى بحد ذاته اللي هو بريزيديوم، ما شاء الله يعني كان المستوى الحدث، لأن الحدث هو حدث كبير، وأي إنسان يعني عنده كلام داير بقوله رغم الزمن ما سمح للكل أن يدلوا بما يرون صح، يعني دارين يقدموا للشعب ويسمعوا الشعب ويقدموا للنقاش. 5 دقائق كان إذا فرض لكل شخص 10 أيام ما تكفي. رغم ذلك وصلنا على نتائج، اعتمدنا قرارات كبرى. تمام. تغير. تمام. وضع الدولة والبلد والدستور. حاليا أظن المسائل اللي اعتمدت نقلوها على البرلمان لتغيير. تمام. أنت كده لخص لنا المنتدى. أنا داير نعرف تقييمك، عايز نعرف الفاليداسيون حقك بالنسبة للمؤتمر، تقييمك العام، بقول شنو شفتك رؤيتك للمؤتمر. رؤيتي للمؤتمر لأن قليل من ما يفعله الإنسان يكون كامل 100%. صحيح. لكن نديه يعني اهتمام 70% نجاح. النجاح لأن تشعر بالروح الديمقراطية داخل الأطراف
تكون المشاركة في الدولة وتشعر بالقبلان الآخر، معناتها تكون من أي منطقة أنت تعرف بكون ده أخيك، تعرف بكون مصيركم واحد. بس ده نقول يعني الديمقراطية في الوقت اللي مرت بيه أنجزت من ضمن الإنجازات التراضي التوافق. أنا من شيفة شيء نجاح، يعني نجاح كامل تمام، لكن ما بعد النجاح يعني تو ده دي مسألة تانية. لكن حاليا وصلنا على برنامج لابد يكون فيه تغييرات. تمام، دك افتتاحية أو مدخل بالنسبة خلينا نرجع إلى شباب الحركة الوطنية للإنقاذ. أستاذ أحمد، بصفتك الأمين التنفيذي لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ وأيضا من ضمن الناس الذين شاركوا في افتتاح المنتدى، نفس السؤال ننقل لك، يعني تقييمك العام لهذا المنتدى، مجيء المنتدى في هذا الوقت، الزخم الذي صاحب المنتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني أريد أضيف لما قاله الأخ عبد السلام، لأن لم يترك شاردة ولا واردة بالنسبة لإنعقاد المؤتمر. وزي ما قال الأخ عبد السلام أن هذا المنتدى الوطني الشامل لم يأتي عن طريق الصدفة، وإنما وعد قطعه رئيس الجمهورية للشعب التشادي أثناء الحملة الانتخابية وأوفى بوعده. وزي ما ذكر الأخ عبد السلام، يعني دي الديمقراطية الحقيقية. صحيح. أن المؤتمر سمح للتشاديين يعني يجتمعوا في مكان واحد، وأي واحد أو أي مشارك يبدي برأيه الشيء اللي هو بداخله ده يعني أبدأ بها. تمام. فدي الديمقراطية الحقيقية. ولماذا جاء المنتدى الشامل؟ لأن نحن مرينا بمراحل كثيرة، فلازم يعني انعقاد منتدى أو ما شابه من أجل إعادة النظر في هيكلة الدولة. تمام. فما بعد المؤتمر نحن أكدنا تماما ميلاد جمهورية جديدة مبنية على أسس قوية متوجهة نحو المستقبل أفضل للشعب التشادي. والكلام ده كله لمنفعة الشعب التشادي. التغييرات اللي حصلت، الأشياء اللي ناقشوها، كيف يعني يأتوا بفائدة للشعب التشادي. وأن هذا المؤتمر يعني ناقش 3 أو 6 نقاط أساسية. أولا شكل الدولة. شكل الدولة. كيف تكون الدولة؟ هل تكون فيدرالية؟ لا تكون يعني رئاسية برلمانية وكذا. لكن المؤتمر حدد يعني شكل الدولة تكون يعني دولة يعني وحدوية مدعمة باللا مركزية. ثانيا عندك مسألة يعني كيف يحددوا كيفية تسيير النظام التشريعي أنا البرلمانيين. ثالثا يعني إصلاح المؤسسات الكبرى للجمهورية. المؤسسات الآن الموجودة حاليا دي كيف يقدروا يعيدوا النظر فيها وكيف ينظموها بطريقة يعني تتمشى مع أو تواكب العصر الحالي. عندك الإصلاح من أجل تقوية الوحدة الوطنية، الدولة ذات الحقوق والحكم الرشيد واستتباب الأمن والديمقراطية كيف يقووها. ثالثا عندك خامسا عندك يعني إعادة النظر في هيكلة السيستم القانوني، يعني كيف القانون مثلا في تشاد يكون قوي ويأخذ يعني المكانة الحقيقية من أجل خدمة المواطنين. وسادسا عندك مثلا تطوير المرأة والشباب، ترقية المرأة والشباب يعني الشريحتين الأساسيتين يعني في الدولة، لازم كيف نحاول يعني نسي. فكل هذه النقاط نوقشت يعني بكل شفافية، بكل وضوح، بكل أريحية. أي إنسان يعني المؤتمر المنتدى يعني طبعا شمل كل الأقاليم، ممثلين الأقاليم وممثلين الدياسبورا يعني التشاديين المقيمين بالخارج ومختلف أطياف المجتمع التشادي الموجودين في نجمينا، وكل واحد أبدى براية ونوقشت هذه المواضيع 6 إضافة إلى مواضيع أخرى، وخرج بتوصيات تصب في مصلحة الدولة الحديثة. خلينا الأستاذ عبد السلام
في بعض الناس وبعض الكادين يعني في بعض منهم متشائمين، يعني ما متفائلين، في بعض منهم متشائمين، والتشاؤم ده من حق البشريه. يعني بيقولوا كان سينا دستور جديد في المفترض العقليه الزمان موجوده، عقليه السرقه وعقليه النهب لابد تكون ما فيها. لو كانت العقليه دي قاعده والافراد اللي موجودين نفس هم دول بس نقلناهم الى الجمهوريه الجديده، ما جينا بجديد، شنو تحليلك لكلام الشعب؟ ولا هل من حقهم ان يتشائموا؟ ايوه، نقول لابد الرئيس يوم اتخذ القرار لتغيير الجمهوريه من ثالثة الى رابعه، لابد شاف في نفس الاتجاه ما ينظرون به الناس اللي هسه تتكلم تقول متشائمين. انا بنقول الناس دي لهم الحق. هل بتشاؤموا دول؟ بتشاؤموا لهم الحق. لان انتظروا كثير وشافوا الكثير وسمعوا كلام كثير. تمام. يوميا في كلام بنقال وفعليا ما في شيء ملموس. بيعرفوا بيكون الدولة دي فيها وزراء، فيها مستشارين رئاسة، فيها ناس مقربين في العمل وناس واجب ينجزوا العمل ليرفعوا مستوى البلد ومستوى المواطن الأعلى. وانتظروا كثير الناس دي ما شافوا شيء، بس حاليا بيشوفوا ممكن سياسيين اجتمعوا بروجوا أشياء يعني ما بتلحقهم هم ولا بأي خير. لكن نقول أخطأوا شوية. لابد في خير جاي للمواطن من طرف سياسة الرئيس الجديدة، لكن هل الرئيس السياسة الجديدة تمشي مع نفس الناس اللي كانوا أغبى للتنمية؟ والله يكون في تغيير في الناس دي، لأن من طول الزمن الناس دي كل الناس يرفوه. في الوزير اللي عنده 10 سنة، في اللي عنده 15 سنة، ما كلهم حوانيين، في الكويسين وكويسين جدا، لكن في الما ينفع. صحيح. في الما بيقدموا أي إنجاز برامج للدولة. وفي كلمات شاذة بيستعملوها، كلمة تشاتشو أكلوا تشاتشو مانجي، الدولة كلها أصبحت تشاتشو، يعني كلها نفاق وكذب. هل دولة تبنى بذلك؟ ما ظن الرئيس بنتظر المصداقية من الناس، والشعب بنتظر المصداقية من الناس. الرئيس بغير بيجيب مصداقية ويأتي إلى الشعب وتكون في تنمية في البلد. أنا بنتوقع يكون في تنمية بالطريقة اللي هسه احنا ماشيين فيها، بالتركيب الفكري اللي احنا ماشيين فيها، ما ممكن ننجز أي شيء تقدم. لماذا؟ لأن من قرانا، من كانتوياتنا، من بيوتنا، أننا بننطلق إلى الدولة بفكرة الدولة غنية ونحن فقراء ولا بد نأكل مالها. مش أن احنا نطور المال ونزيد في المال لكي نرضي الشعب اللي أننا انطلقنا منه. ده فكرة عام في تشاد اليوم. الفكرة الثانية، أصبحنا ما في إنسان بؤمن بقضية، يعني الأمل اللي أنت تقول يعني مثلا هذا الرئيس إنسان منتخب، انتخبوه المواطنين لفترة رئاسية معينة. الرئيس ما بيقدر يبقى وزير في كل الوزارات، ما بيقدر يبقى رئيس وزراء في كل رئاسة الوزراء، لابد بأي ناس يجوا يشتغل معهم. الناس اللي بيشتغلوا بالمسلو ما لابد يرفعوا له تقارير يكلموه بالصحيح. الرئيس ما دائما قايل لهم هم بيسافر ماشي لمؤتمرات ومشكول الرئيس أشكال. هم اللي بيقدموا الخدمة، الناس ديل ولا بيرفعوا تقرير صح ولا بيشيلوا من الرئيس توصيات وبيجوا بنفذوها على وجه الارض. لان كل ما يهمهم كان دخلوا بيقولوا كلام ثاني، واذا طلعوا لقوك انت المواطن يقولوا لك يا اخي ده ما دارين بيشتغلوا الناس ده. لا، الرئيس داير بيشتغل، اذا ما بيشتغل لو كان ما انتخبوا الناس. صحيح. لو كان ما بيشتغل لو كان ما حبوا الناس. لابد الراجل ده عنده صفه معينه اختاروا من اجلها. صحيح. اينه من ان يختاروا انتخبوا من اجلها. وانت هو اختارك، فات فتشات من الناس جابك عشان تقدم خدمه، لان نظام فوقك الخير. يا جماعه دولتنا دي اليوم عندها مشكله، عندها مشكله الكذب، عندها مشكله النفاق. يعني انسان يقدم بما يرضي الله شيء لنفسه، ها، لاسرته، لامته، لدولته، لرئيسه، ما في. يعني ندوا يعني نقولوا عامة الناس كلها، ما صح، في الناس الكويسين ومعروفين، نعرف كلنا أقلية. بس نديك مثلا، أنت إنسان تشتغل لدى الرئيس كمستشار، ليش اختارك مستشار؟ لأن عندك خبرة في مجال معين. الرئيس بيسافر وبي ما داري منك شيء، داري منك صفة السيد الرئيس في شيء كده كده. أنا فكرت فوق بالليل
مشيت انا من الشيخ صالح خلينا كده نناقش. الرئيس بيقول لك تعالوا نادوا المستشارين الاخرين نناقشوا. واذا ما قدمت ورقه وما قدمت اي فكره الرئيس يقول شنو؟ آه. انت قاعد تنتظر متى تاتي الى الرئيس وتطلب منه قروش للسفريات تمشي تتعالج او حاجات؟ وكم مره تقول يا اخي ما بيسمع لنا كلام الرئيس. بيسمع كلام الرئيس، بيسمع كلام وبدور ناس يخدموا معه بالصح. صحيح. المواطن له الحق ان يشك حاليا، لكن يا مواطن اظن مع الجمهوريه الرابعه لابد الاشياء تتغير. تمام، كلامك ده جميل، كلام جميل جدا. انت كده يعني وضع ايدك في الجراح، انت كده صنف لنا المرض وين المرض. انت بتقول في ناس اشتغلوا في الدوله عشرات السنين واليوم قاعدين وحارنين ولا ماشيين قدام ولا بخلوا الاخر يمشي قدام. نعم. انت بتقول في ناس اشتغلوا في الدوله لكن هم بخدموا، ما بنقدر نقول ما بخدموا، ولكن في ناس دايرين يخدموا لكن في معوقات. في شخص داير بخدم لكن في معوقات قدامه ما بتخليه بمشي بخدم. في وزير قاعد بخدم في معوقات قدامه ما بتخليه بخدم. أنا هنا دايرين المعوقات دي نسيك كيف عشان نزيلها، كيف عشان نمهد الطريق، كيف عشان نفرج البساط للناس دي عشان تشتغل. المسألة أن بلدنا نحن دولة إفريقية في وسط إفريقيا، عاداتنا وتقاليدنا تفترق مع عادات وتقاليد الصين أو روسيا أو أوروبا. يعني ما ممكن نأتي بثورة، ثورة فكرية، ثورة لتغيير سلوكيات الناس. هذه مشكلة كبيرة، لأن دي تمس كل ما عندنا من ديانات من أي شيء. لكن عندنا شيء واحد، عندنا شيء بينادو رئيس منتخب، وعندنا قاعدة ناس متعلمين عندنا قدام في حكومات أي شيء بكون مثال للتغيير. من هم ومن سلوكياتهم ومن كيف يديروا بلادهم. هنا كثيرين يا جماعة، هنا 11 مليون مواطن أو أقل، من حاسبنا كويس؟ أنا ممكن أقل ممكن أكثر. 11 مليون مواطن ممكن نلاحقهم بيت بيت ونفهمهم. توعية. اليوم حاليا الرئيس داير بطل في الكاتريم ريبيبليك، لكن داير بطل بينا كلنا. ما ممكن أنا بنقول أنا بري والآخرين، كلنا مشاركين في ما يرضى الدولة. حتى الأحزاب المعارضة، حتى بعض الأحزاب، كل مشاركين لأن يشتغلوا في مناصب وزراء وأي شيء، ويقولوا هم معارض وهم يعني بريئين من ذلك. يقولوا فلان وأهل فلان، لا ولا في أهل فلان ولا في فلان، كلنا نقيف نطلع مننا لباس النفاق والكذب والسرقة والنوايا الخير صالحة، وندخل الجمهورية الرابعة بملابس الصدق والأمان لتنمية البلد. ولا يا اخي الناس ده شعبنا ده داير بياكل وبيشرب يا اخواننا. تمام بيتعالج يا جماعه. استاذ احمد الكلام اللي قال الاستاذ عبد السلام ده كلام جميل جدا، وهو صنف لنا المرض. وبالنسبه لي بقول نخلع، لابد نخلع ثياب الكذب وثياب النفاق، والان ندخل في الجمهوريه الجديده، الجمهوريه الرابعه، وانهنا صافي القلب. الناس اللي بنهبوا الاموال الدوله، الناس اللي بيسرقوا، الناس اللي بيختلسوا، الناس بياكلوا الرشوه، دول موقعهم شنو يكون في الجمهوريه الجديده على حسب ما سمعت من الاستاذ عبد السلام؟ الكلام الاخ عبد السلام كلام حقيقي، لكن انا داير نشير الى شيء مهم جدا. يعني لماذا رئيس الجمهوريه فخامه ادريس دبي اتنو وعد اثناء الانتخابات الماضيه بانعقاد هذا المنتدى الوطني الشامل، كلمه شامل يشمل كل مؤسسات ومختلف شرائح المجتمع التشادي. اكيد رئيس الجمهوريه لما قرر هذا يعني عنده فراسه. التغيير ما بيكون تغيير في المؤسسات ولا تغيير في شكل الدوله، تغيير بيكون في السيستم. لان نحن يعني من ما خرجنا من المؤتمر الوطني الحر المستقل عام 1993 ما غيرنا في شكل الدوله، ماشيين في نفس النمط. ونفس النمط اللي احنا ماشيين بيها زي ما ذكر الاخ عبد السلام، الناس يعني عيت منا. فرئيس الجمهوريه راى بكون النمط الاسى ماشيين بيه ده لازم نغيره. والتغيير مثل ما قال ما بيجي باللحظه وضحاها، التغيير في الكومبورتمان، يعني في افكار الناس، سلوكيات الناس. ان احنا تشاد ما ممكن نستمر بهذه الطريقه لحد ما لا نهايه. تشاد لازم تتغير. صحيح. سلوكيات الناس لازم تتغير. ورئيس الجمهورية لما عمل المنتدى الشامل أكيد يكون تغيير، ما بس هنا في المؤسسات، تغيير في الناس، تغيير في الإدارة، تغيير في الياتو. وأنا نأكد لك على حسب الشيء اللي احنا شفناه، الناس حتى الآن يعني في أذهانهم اختلاس أموال الدولة ومستمرين بهذه الأفكار، الناس دول
ما عندهم مكانة في الجمهورية الرابعة. ما عندهم أي مكانة. على ما أعتقد وعلى حسب برنامج رئيس الجمهورية. لا مكانة. إذا أي نادم يعني تتسول لنفسه من هنا قدام يواصل مثلا في اختلاس أموال الدولة والناس تقعد ساكت لا يعاقب لا كذا ده. ده ما في. ده على ما أعتقد يعني كلام مثل ده ما في. الشيء الثاني يا جماعة الوقت جاء عشان نخدم بلدنا. صحيح. بلدنا محتاجة لوطنية. محتاج ان احنا لازم يعني خلينا ان احنا دول ان احنا دول خلاص يعني باسي مشينا، لكن من هنا قدام الاطفال الجيل. الموجودين الجيل في المدارس لازم ان احنا ندخله يعني منذ الصغر منذ المراحل الابتدائيه حب الوطن والوطنيه في قلوبهم يكبروا بها. لكن ان احنا دول خلاص بتان ما تدخل شنو ما ظن يعني بتان الناس دي هتتغير. لكن الاجيال الجايه دي لازم ان احنا نعمل او الحكومه او في مستوى وزاره التربيه الوطنيه يعملوا برنامج يدخلوا يعني التربيه الوطنيه دي يرسخوها في عقول الاطفال والاجيال الغرزة الوطنيه عشان الاجيال القادمه دي تاتي بافكار مختلفه من افكارنا نحن ويمكن يعني يكونوا خير يعني لتشاد. لذلك رئيس الجمهورية من المؤكد أن يأتي بأفكار جديدة. وزي ما قال عبد السلام ما منقول كل الناس يعني هوانين. صحيح. ما منقول كل الناس يعني فاسلين في الكويس في الما كويس، لكن التغيير لازم منا. التغيير تمام. التغيير لازم منا في كل المستوى. تمام. أنت ما تقول النشأة لابد يجب أن أن أن, أن يعلموا أو يجب أن 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 تغرس فيه في في فيهم الوطنية عشان ما يكونوا زي الفسد دول. أكيد. زي الفسد كما يقول الشاعر يعني ينشأ الطفل على ما كان والده فإن الأصول عليه ينبت الشجر. بالنسبة للأشخاص الحالية محتاجهم الجمهورية الرابعة الآن إحنا داخلين فيها، صفاتهم شنو؟ صفة الشخص المحتاج الجمهورية الرابعة عشان يصاحب التنمية الجديدة ويكون في سفينة الجمهورية الرابعة ممكن تستفيد منه جات في المستقبل، الأشخاص دول تشاف صفاتهم شنو؟ أنت ما تقدر تحدد مثلا صفات الناس اللي بخشوا مثلا، يعني كل إنسان بحمل فكرة التفكير والتغيير وحب الوطن. ما هو دي الصفات؟ دي يعني ممكن يصاحب فكرة رئيس الجمهورية في هذا البرنامج يعني للخروج يعني للبلد الى بر الامان. الانسان اللي ما بحمل افكار التغيير اللي ما بحمل ليش رئيس الجمهوريه عمل هذا البرنامج؟ لانه عنده حب لبلده وداير يجيب تغيير حقيقي نابع من القلب. اذا النادم اللي بيكون يعني في هذه الجمهوريه وعنده مكانه لازم يحمل هذه الافكار. ورئيس الجمهوريه ايضا ما بيشيل الناس يعني ما بحملوا نفس الافكار، لانك عشان نفس الناس اللي ما بحملوا الافكار دي يكون ما عمل حاجه. صحيح. فلازم يعني التغيير ياتي في كل المستويات. يا اخي سبحان الله نحن صراحه تشادي يعني محتاجه لناس بكل صراحه بعيدا عن كل شيء. اليوم نحن بلدنا غنيه. صحيح. بكل المواصفات. في مستوى افريقيا اظن نحن يعني نكون في المرتبه الاولى بالنسبه للمواشي. نحن اليوم عندنا تقريبا ازيد من 100 مليون راس من الماشيه. اليوم ما فيش ارض خصبه صالحه للزراعه مثل بلدنا نحن دي. لكن ما مستغله ولا 1%. ولا 1%. تمشي تشوف البلاد المجاوره يعني فيها الزراعه، الناس فاتوا بالزراعه. صحيح. زراعه متطوره. صحيح. نحن دائما نعمل مشروع ويفشل، تمشي تجيب لي التراكترات اليوم كلها واقفه، الناس ما مستفيدين منها. يعني لازم ما عندك الكادر البشري. اكيد. اولا ما فيش تخطيط. احنا لازم من هنا قدام نخطط كل شيء يكون بتخطيط، كل شيء مشروع يكون بتخطيط. ما تمشي تجيب لي مشروع ام باكر يفشل، ام باكر يعني ما بيقدم اي خدمه للمواطن التشادي. تشاد 200 علينا نخدمها. يعني جاء الوقت ودي الفرصه السانحه لكل تشادين ان يغيروا من افكارهم ويتجهوا نحو تقدم تشاد. تشادين يغيروا من افكارهم عشان يكونوا في الجمهورية الجديدة، الجمهورية التي ينتظرها الناس وعلقوا عليها الآمال كلها. خلينا قبل ما نخرج من السؤال ده نقول أنت بصفتك أيضا من الناس المشاركين وبصفتك إنسان على متابع للأحداث في تشاد، يعني أنت شو الأشخاص اللي أنت شايفهم ممكن يصاحبوا الجمهورية الجديدة، ممكن يكونوا في سفينة التطوير، شكلهم شنو، صفاتهم شنو، كومبورتمانهم أو عقليتهم تكون شنو عشان يكونوا صالحين يدخلوا في الجمهورية الجديدة وممكن يستفيد منهم الشعب الجديد على وجهة نظرك؟ لا بد أن يكون الإنسان الذي يشارك ويجيب نتائج تصلح للجمهورية الرابعة يكون
نوايا صالحة. نواياه صالحة. ده أول شيء. يكون الرجل له مفهوم بما يقوم به. مش رجل معمور. لا، رجل يقول أنا إنسان نريد نشارك في تغيير بلدي من الأسوأ إلى الأحسن. محتاجين لرجل لا ما يكذب ولا ينافق. صدق. صدق ونفاق. ما لابد ما 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 يواكب مع الجمهورية الرابعة. الجمهورية الرابعة الناس اللي يكونوا الناس صادقين. أنا مشكلتنا الكبيرة في البلد ده عدم الصدق. عدم الصدق. والرجال فيهم. صحيح. رجال فيهم. بس الرجال دايرين تغيير سلوكياتهم تقوم بها الحكومة. وده لابد الحكومة تعمل سياسة خاصة لتغيير السلوكيات. يكون في وزارة خاصة لتغيير السلوكيات. نغير سلوكيات الكادر حتى نرجع نغير من سلوكيات المواطن. في الأخ أحمد عمر تطرق على مسألة الاختصاص ونهب أموال الدولة. أنا عندنا إشكالية في البلد دي. ما في شركة غنية في البلد، ما في منظومة غنية في البلد الناس بتستفيد منها، عندنا إلا الدولة. دولتنا حكومتنا هي الغنية وكلنا عايزين منها. وكلنا عايزين منها. التاجر ترك تجارة البصل وتجارة الثوم وتجارة البقرة وتجارة الإبل وتجارة أي تجارة، سوى له شركة سمى نفسه فرنسير، عادة مفهوم عند الكاديين كله، وده سوى بيجا انتربرينير يعني بنا بيشتغل في البناء، وده الموظفين من كانتياته ومن أهله ومن أصدقائه ومن جيرانه وأي شيء، ولموا في الدولة دي. لما فيها نهب. أنا المتحدث ما بري، كلنا مئات الآلاف الناس إذا فتحت السجون دي ما بتلقى طريقة تشيل الناس. بس أنا هنا ما نمشي بالمنهج ده. المنهج ده بأدي على مشاكل تانية. لأنه نمشي منهج الصلح، والناس تخلي منها الشيء السيء ده وتتغير على شيء كويس، شيء بيفيد الدولة. نديك مثلا، هسه تلقى نادم يقول لك يا اخي الحكومه دي في اشخاص معينين، والله خلاص نحجيك بالواضح، يقول لك اهل الرئيس. يا جماعه والله ما اهل الرئيس، كلنا مشاركين. الفيلا اللي شفاء في تشاد ما ممكن زول تبني فيلا بالماهيه. صحيح. الفيلا ب 100 مليون، فيلا ب 70 مليون، بس ما بتنبني. او سياره فيويت او سياره جميله ما بتنبني. في بعض الاحزاب واحد يقول لك انا هز معارض يعني اكستريميست قوي واي حاجه، لكن قاعد في قصر، في قصر يا رجل، قصر من اين له هذا؟ يقول ذاك اهل اكل وهو اكل، هو ذاك اكل. كلنا في نفس الباتو، يعني في نفس السفينه. تعالوا يا جماعه السفينه دي نوقفها، ناكوستين نوقف وننزل، نقول يا جماعه نحن ماشيين وين؟ لا ما يقعد يا اخواننا، كفانا الفعلنا ده في الليل متعبنا، كان نايمين ذات الزول انت تخرج الان ده ما كويس. نرجع نعمل الشيء بما يرضي الله وشيء بما يرضي الدولة ونساعد الرئيس. تمام. محتاج لمساعدة الكل. من جانب المواطنين لابد يا اخواننا، المواطن التشادي ما نقول الكل، لكن كثير من اصبح سكير. هل دولة تبنى بناس سكارى؟ يا اخي ما ممكن. ما ممكن يا اخواننا، يعني والله اخلاقيات يعني من زنا واخر، خلي ما دي اشياء عجيبه يعني. اي خطوه انت بمجال بتاع زنا، حتى في امريكا لكي تجد قزازه خمر يعني تقضي ساعه او ساعتين تفتش المكان ويشيلوا منك الكارت ده ويدوك لها، يدوك لها يعني في داخل الانفلوب، لانك انا الشرطي لقيت بكربك دقائق ثلاثه تشهر. يا جماعه عندنا هنا مبارع، واذا في زول يتكلم بيقولوا حضاره شخص. ما في والله، ما في حضاره خمر هنا. كان في 1994 كان 1,250,000 مواطن في تشاد. انا هضرنا كان 2 مليون ونص مواطن، 4 مليون ونص مواطن. عارفين من وين جات الخمور دي؟ حضارات جايه من بعيد، جات بوين وعبرت وين، مش حضاره بتاع فئه معينه يعني مسموح لها بكون كلها تكون سكران. لا، انت بتتكلم عن الخمور، انت الخمور بتتكلم عن القزاز والمريسه دي ما خمور تقليدي، في خمور جديده. الترامون اسوأ شيء يا راجل، افسدت المجتمع. الرئيس الحرب هذا يقول لكل شيء. ما بقدر يصير تنميه مع ناس سكرانين. صحيح. ما ممكن، مستحيل. ومع شباب تافه منتهي لها، شبابنا كويس، شبابنا ذكي، شبابنا نشط. يا اخواننا تكلمنا بدي كل المواضيع، اخي في موضوع كبير، موضوع التلفزيون. شكرا يا اخي لاستضافتك في التلفزيون التشادي. لكن داخل التلفزيون ما بشارك في تنميه البلد. الساعه 11 تفتح التلفزيون، اذا بدك والله تقول لك في ايميسيون قال بتاع
السيدة. يجيب لك ناس راكدين في فراش أخواننا بينكم وبين ربكم في دولة مهتاج للتلفزيون ليوئي الشعب ليوئي سلوكيات الشعب تجيب إيميسيون لعرات من الصبح للعشية من ضمن الإيميسيون الواحد بشاهدة واحد أو اثنين في التلفزيون التشادي الباقي أنا بشاهد الساتلايت يعني وأنا أقول هذا يعني من ضميري من قبل أنا بوجاني الرسالة وصلت يعني التلفزيون دي ما عنده أي برامج وما يعني ماشي مع الدولة ولا ماشي مع تنمية الدولة ولا بساعد الرئيس تمام النظمه من الصبح مدح في مدح لا الرئيس ما محتاج لمدحكم يا اخواننا الرئيس ده ماشي لكادر بيقول محتاج للشغل لا هي الرساله وصلت الرساله وصلت الجزء الاخير ده جزء استاذ احمد بالنسبه لك انت رجل اعلامي كبير جدا ورجل لك مقامه معروفه في الوسط الاعلامي والكلام الذي تحدث عنه عبد السلام ده وجه الغني لسؤال اخر الجمهوريه الرابعه محتاج اعلام الجمهورية الرابعة محتاج إعلاميين عشان يصاحبوا الدولة في عملية التنمية والكلام اللي تحدث أستاذ عبد السلام يجرني إلى هذا السؤال ما هو الإعلام المحتاجه جاد في الوقت المستقبل ما هو الإعلام المحتاجه جاد في الجمهورية الرابعة إذا كان أستاذ عبد السلام جرني إلى هذا السؤال شكرا على هذا السؤال وأكيد هذا السؤال له علاقة بالموضوع لأن نحن قلنا نغير كل شيء نغير كل شيء بمعنى الجمهورية الرابعة تكون بلباس جديد صحيح بأفكار جديدة والأخ عبد السلام يعني إن الحق يعني يتكلم عن التلفزيون التشادي طبعا أنا اشتغلت في التلفزيون التشادي في الإذاعة وفي التلفزيون وكنت مسؤول في التلفزيون كنت المدير العام للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون النائب وكنت مستشار لرئيس لوزير الإعلام لمدة أكثر من 8 سنوات وشارك بمشاركة فعالة في إقامة التلفزيون لكن كلامه بيكلم حقيقة لأن الآن التلفزيون أصبح يعني أكثر مشاهدة من المواطنين والوسيلة الوحيدة اللي ممكن أنت تقدر يعني توصل بها رسالة سريعة ناهيك عن الإعلام الإلكتروني والهاجات دي دور الإعلام شنو؟ مثلاً في مصاحبة الدولة هو يعكس الأفكار والإيديولوجية والمنهج الحكومة الماشي به ودور الإعلام شنو؟ التوعية التعليم التثقيف للمواطنين في حالة أن التلفزيون التشادي فشل مثلاً في أداء رسالته في أداء مهمته يعني كثير من الناس الآن ما بيشوفوا تلفزيون تشاد بالأكثر واحد مثلا يفتح تلفزيون تشاد عشان يشوف النشرة وبعد ده يتجه لبرنامج آخر لأن ما بلقى الشيء اللي هو بدوره مثلا في التلفزيون التشادي بما أن كثير من الدول اليوم بيشاهدوا التلفزة الوطنية حقتها لأن عندها برامج هادفة وأي إنسان الناس ما كلهم سوا في ناس يعني تعجبهم برامج سياسية في ناس برامج ثقافية رياضية اجتماعية المفروض التلفزيون يكون منوع عشان أي واحد يعني يلقى الشيء اللي هو دايره مثلا في هوايا لكن للأسف الشديد التلفزيون التشادي الآن الأشياء اللي تكلمت أنها ما موجودة وأنا كنت لما كنت في الوزارة نحن كان عدينا برنامج واضح وصريح وقدمناه لفخامة رئيس الجمهورية خاصة المبنى الجديد الآن سيفتتح مثلا في الشهور القليلة المقبلة يعني نحن عملنا برنامج جديد بصوب جديد وهذا المبنى الجديد يعني صراحة صرح ده يعني ما عنده كلام ولا واحد ولا اثنين وفي مستوى إفريقيا وأنا بنتكلم يعني بكل التأكيدات في مستوى إفريقيا ما فيش مبنى بهذه المواصفات تمام المعدات الحالية في التلفزيون التشادي معدات حديثة ما توصلت إليه آخر التكنولوجيا في العالم هذه المعدات وهذا المبنى ده اللي يصاحب الجمهورية الرابعة وهذا الجمهورية الرابعة بمبنى وبمعدات ما تقدر تمشي لازم تغير السلوكيات حتى العاملين في الإعلام أنا بعرف أنا يعني جيجيري الإعلاميين نفسهم بعرف أن إحنا لازم كإعلاميين نغير من نمطنا ولازم أن إحنا نكون كادر بشري المبنى ده بدون كادر بشري ما تقدر تشتغله صحيح. تمشي تجيب لي ناس من, من 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 فرنسا ولا من ناس آخرين وناس قاعدين هنا تشادين يجي يشغلوا لكن التشادين الأسهل حاليا الموجودين
انا اتحداهم ما يقدروا يشغلوا المبنى الحالي ده بالمواصفات دي. فاذا يلزمنا برنامج جديد لمصاحبه الجمهوريه الرابعه الجديده بافكار جديده بناس مؤهلين مدربين كوادر عشان يوصلوا الرساله ويقوموا بتوعيه الشعب التشادي في تغيير السلوكيات، لان التلفزيون مدرسه. صحيح مدرسه، وزي ما الاخ عبد السلام قال ان احنا يعني 11 او 12 مليون يا جماعه كان قعدنا كويس ان احنا ممكن نغير من سلوكياتنا. لان السلوكيات الان الماشين بها صراحه امشي شيف شارعنا، بس لما تشوف الشارع تشوف يعني صراحه اشياء كثيره ما لا يرضيك، تستغرب. صحيح تحس بكون يعني مثلا ما في مسؤولين من البلديات، ما في مسؤولين من كذا، تمشي تعلم في العاصمه جنبنا، امس انا جاي بشارع 40 وفي بقر قطعات، يعني في وين في العالم مثلا انت في سانترفيل في العاصمه وتلقى مثلا هاي ماشات، ولا تشوف واحد ما جاي بموتور ضرب، كل يوم تشوف حادث في في في, في الطريق. انا يعني لازم نتحمل مسؤوليتنا، لازم نغير من سلوكيات الناس دول. اذا الاعلام له دور مهم جدا في التوعيه وبخاصة في مصاحبة الجمهورية الرابعة. وكلامي ده أنا كإعلامي، واليوم الناس كلهم قاعدين بيتكلموا، التلفزيون التشادي ما قاعد بأدي رسالة بالصورة تمام. الكلام ده كررنا مرتين ثلاثة، يعني خلينا نتكلم التلفزيون كنموذج، لكن احنا عندنا الصحف الخاصة، عندنا الاف ام، عندنا الأشياء دي كلها أيضا الآن ما على حسب رؤية بعض الناس ما ماشي في الطريق السليم. يعني هل من وظيفة الصحف الخاصة كونه كل يوم تنشر المينستير أو كل يوم تنشر الديجي ينشر صورته وكونه سوى كده سوى كده، هي بس الوظيفة؟ دي ما الوظيفة. الإعلام 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 يعني عنده قوانين، مثلا في إعلام عام وفي إعلام خاص. في إعلام الإعلام العام مثلا تابع لوزارة الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والوكالة التشادية للأنباء والنشر. في إعلام خاص تابع مثلا للمجلس الأعلى للإعلام، فهو بحدد مهام الإعلام الخاص. وإذا كان في طريق مرسوم أنت كإعلامي لازم تمشي عليه، إذا كان خرج المجلس الأعلى للإعلام هو اللي بيقبلك وبعاقبك. وفي قوانين موجودة الآن في الدستور بأن إذا ارتكبت مثلا أو جبت بمعلومة يعني خاطئة أنت ترد عليها أمام المحكمة. والشيء حاليا السائد في البلد مثلا الصحف الاشياء اللي بيأسسوها، اغلب الناس اليوم اللي عندهم صحف ما هم صحفيين، ما عندهم علاقه بالصحافه، وما ناس موضوعيين، ما عندهم موضوعيه. في ناس واحدين قاعدين بيستعملوا الاعلام للاسترزاق، وبدوا واحدين يعني بيستفزوا الناس. مثلا واحد يجي يقول لك انا نكتي فوقك، ولا ما كتب فوقك كذا، ولا واحد عنده مشكله مع اخر ممكن يمشي عبر الاعلام ممكن يكتب، يعني بقي اعلام يعني صراحه ما عنده اي اهميه وما عنده اي مصداقيه، ودائما اعلام انتقادي بينتقد. مثلا انت دورك ما انتقاد، مثلا الحكومه دي اليوم ما كلها سلبيات ما كلها ايجابيات، اذا كان ايجابيات الحكومه انت لازم تذكرها، وانت دائما تذكر مثلا سلبيات الحكومه او سلبيات اللي ما ممكن في خط انت لازم تمشي عليها. تمام، موضوع لازم تمشي عليها. كلام جميل استاذ عبد السلام، الكلام اللي انت بتتكلمه ده كلام جميل جدا، وانحنا اذا كنا قلنا في اي نقطه لابد نقف فيها ونتحدث ونشبئها من الكلام ما ممكن ننهي الحلقه دي. خلينا السلطات التقليديه، شيف دي كانتو السلطات التقليديه ايضا المنتدى الشامل كان عزز مكانته واوصى المؤتمرون بان لابد السلطات التقليديه دي المشايخ والشيف دي كانتون دول لابد ان يعطوهم حقهم ومستحقهم حتى يصاحبوا الجمهوريه الرابعه. شنو صفات الشيف دي كانتو، او خلينا نقول من هم الشيف دي كانتو المحتاجهم الجمهوريه الرابعه ويشاركوا في عمليه التنميه؟ قبل ما ننتقل لابد ان اقرب لمشكله كيف نغير سلوكيات الناس. المساله دي يا اخواننا السلوكيات لابد ان احنا في حاله اقتصاديه كعبه مزرعه جدا، ولابد الحاله دي تحتاج مننا لكي نتعامل مع الخارج يا اخواننا، لكن احنا ما وضعنا اسس لنتعامل مع الخارج. زول انت في بيتك اذا عندك ضيف جايك لابد البيت تصحي تعدل مش خشب البيت وتفرش البساط الجميل عشان تستقبل الضيف، وعندك ابتسام وعندك ورد مويه نظيفه تحطها عليكم. الله يا جماعه شوفوا مطارنا ده، اذا في زول تقول الناس انزلوا مشان يطردوا الناس. انت المواطن اذا ماشي المطار تخاف، الزول جاي من يشوف نوعيه الناس اللي في المطار اسلوبهم وجوههم، الواحد يعني ممكن ال 1000 2000 بالقبيل بيشرب بي تعبان. يا جماعة المطار بالطريقة دي أي زول جاي عنده مليون دولار من دخل المطار يحاول متى يرجع ما بصرفها. التاكسي اللي بيركب فوقه بحاول
يعني بيستغلها بيشيل منها اموال اكثر بكثير مما يشيل من المواطن الشادي. الفندق ما كويس. في رجل اخر بنادوك مسنجي قاعد بين الانفستير المستثمر الاجنبي اللي بيجي في البلد والحكومه. ده بدخل خلاص، ده خلاص نهايه المستثمر. المستثمر ثلاثة يوم وبيهرب من الدوله دي. يا اخواننا بالطريقه دي ما ممكن دولتنا دي نجد امل للشباب. يعني بمعنى لابد يكون في استقبال ببهجه وسرور للضيف. لابد نغير سلوكيات الشرطه دي، سلوكيات الناس دي لابد تتغير، ولابد الحكومه تاخذ المساله دي في عين الاعتبار. دون ذلك ما ممكن في نادي بيجي بامواله مستثمر. يا جماعه حل انجليده قطعه في الارض ولا قطعه في كوكب ثاني يا جماعه؟ شوفوا الناس اللي فيها وشوفوا النوعيه وشوفوا الاسلوب اللي الناس قاعدين بيه بيتعاملوا به. يا اخي كعب. ويا جماعه علينا بلدنا ساخن، تقول للشرطه المسوا لكم خلقان بيوت كلها وقر تعبانين يا جماعه، قول لهم المسوا لهم نوعيه ثانيه. تمام. المشكله في الموضوع، في الموضوع الشيف دي كانتون يا اخواننا، الشيف دي كانتون زي رب الاسره. رب الاسره راعي زي ما كل راعي مسؤول عن رعيته. تمام. الكانتون ده مجرد اسر لمت تحت ادارته التقليديه. وسيط بينهم هم وبين الحكومه، ووسيط بيناتهم لحل مشاكلهم البسيطه، ولزرع افكار جديده لهم لكي الناس دي لابد تتقدم. مواطنين قاعدين في كانتون، مواطنين قاعدين لهم الحق ها ان يكونوا شويه في حاله احسن من حالتهم قاعدين، لابد يتغير شويه. من يشارك الحكومه في تغيير السلوكيات؟ لابد الشيف دي كانتون. في شيف دي كانتون كويس، في شيف دي كانتون يا اخواننا قاعد زي ما انا كلمت في المنتدى، اثناء المنتدى زي قاعد في الاصول القديمه. في شباب، انا يوم واحد سافرت على الشمال على تراب ماو، مشيت في كانتون بنادو ماليما، الشيف دي كانتون اظن اسمه ابكر محمد ادمه هذا الاسم. يا جماعه جايين دخلنا الحله دي دخلنا لها بالليل ضي ما شاء الله، جيت وجدت اشارات البيوت، اشارات حتى الشاتو كله. سالت من اللي سوى لكم؟ قال لهم سياده سويتوا كيف؟ قال نظمنا. الشيف دي كانتون بامكانياته والشعب بامكانياتهم، وعندهم بعض الناس اللي قاعدين في انجمينا وخارج انجمينا بيساهموا لتنميه منطقتهم. كلام جميل. نوعيه الشيف دي كانتون ده دي النوعيه اللي تحتاج لها الجمهوريه الرابعه. لكن في نوعيه ثانيه يهدي الله قاعد يا اخي بيخلق مشاكل لمواطنينه. اي تلفزيون انت فتحته هو قاعد لسيمينار بيرجع 4-5 ألف وتارك القضايا وتارك اهله ورايا، مشاكله كلها مشاكل شخصيه، لكن ده اقليه يعني اقليه بسيطه. الاغلب شيف دي كانتون كويسين، نطلب منهم ان يوقفوا الناس، يطلبوا منهم ان يقولوا للناس اقفوا مع رئيس الجمهوريه في مشروعه بتاع الجمهوريه يعني الرابعه. يعني المفهوم من كلامك الشيف دي كانتون بنى منطقته، يعني على الاقل كي بنى منطقته مع اخوانه مع المساعدين، بنوا منطقتهم وادلوها. والله كويس. وده اسمه لابد يذكر، لان كل ما زول عمل شيء كويس لابد تذكره. اسمه بكر محمد ادم الرجل ده كانتون ماليما. انا ركضت ليلتين في محل الكانتون. يعني كان هم لكن كويس. لكن في كانتون ما كويس لابد الكانتون ما كويس يصلح. زي ما قلنا اي زول عمل في الدوله من سرقه اموال، من اموال اعمال شنيعه، نحن ما بنفتح ابواب السجون واسجن الناس وتأبوا الناس، لا. اي انسان يطلع خالق ويغير سلوكه زي شيف دي كانتون يغير سلوكه، ونمشي بسلوك جديده، نمشي قويين يد باليد. يا اخواننا أنينا مشكلتنا واحده هسه، في اي مكان يقولوا لك رواندا، الناس ترى مشيتوا برواندا في الشارع كله رواندا وكاغامي، ادريس اسكى من كاغامي، شعبنا اقوى من شعب كاغامي، يا جماعه وبلدنا غنيه وكبيره من ده، 5 سنين وانا هنا مشينا. لكن بالصوره اللي هسه هنا لابد يجي تغييرها في هذا. كلام جميل. كلام جميل. استاذ احمد، بالنسبه لي مشاركه الشباب في المنتدى الشامي كانت مخيبه للامال، مخيبه للامال بمعنى الشباب شاركوا لكن ما دي المشاركه اللي كان مطلوب منهم ان يشاركوا بها. حتى رئيس الجمهوريه كان في لما اجتمع معهم كان ما راضي بالكيفيه اللي شاركوا فيها الشباب في المنتدى. وانت بصفتك ايضا الان الامين التنفيذي لشباب الحركه الوطنيه للانقاذ، انتم معنيون بالشباب في الجاد، هل هؤلاء الشباب الذين يقودون الجمهورية الرابعة، هل هؤلاء الشباب هل هذه النوعية التي تنتظرها الجمهورية الرابعة؟ رؤيتكم شنو في الشباب دول؟ أوكي. سؤال وجيه جدا. يعني صح، يعني كانت مشاركة الشباب في المنتدى مشاركة مخيبة للأمال.
والشباب اللي شاركوا في المنتدى دول يعني ما بيمثلوا كل الشباب التشادي. لا 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 يمثلوا الشباب التشادي. نحن كشباب الحركة شاركنا بأفكار بناءة، لكن يعني في ناس دايرين يعرقلوا أعمال المنتدى، يعني جو بشباب يعني هدفهم كيف يعرقلوا الأشياء دي. يعني ما جايين بيشاركوا، ما جايين يشاركوا، ما جايين بيشاركوا بشروط سليمة، ما جايين بيشاركوا. ونحن في النهاية عرفنا بكون الناس دول جو هدفهم عشان يعرقلوا المسائل. أنا كنت في وقت من الأوقات رئيس الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين. في بعض الأحزاب المعارضة يعني داير مثلا تجيب برجال يعني خشت عبر الطلبة، ونحن قدرنا اكتشفنا العملية دي. فيعني كرروا نفس العملية، يعني في بعض من الأحزاب المعارضة ما دارت تشارك في المنتدى، فكان دفعت بشباب عشان يجوا هدفهم الأساسي يعرقلوا عملية المنتدى الوطني، لأن بكون ده يعني فرصة لكل التشاديين يقدروا يجتمعوا في مهل واحد ويعني يتفاكروا، وأي واحد يكلم الشيء اللي عنده ويتصافوا ويمشوا لاتجاه جديد. تمام. إذا هذا المفهوم للشباب اللي شاركوا في المنتدى، بعض منهم ما كلهم دول أصلا ما بعكس الشباب التشاديين أو أفكار الشباب التشادي. نحن الآن في مستوى الحركة الوطنية للإنقاذ للشباب قايمين بتوعية شاملة لكل الشباب داخل وخارج البلد من أجل يعني كيف نفهمهم مفهوم التوجه الجديد لفخامة رئيس الجمهورية. ونحن يعني نؤكد لرئيس الجمهورية أن الشباب ما زالوا في أحدهم وميثاقهم، وأن الشباب سيكونون إن شاء الله اليد اليمنى والساعد لتنفيذ برامج فخامة رئيس الجمهورية. والناس الأسهلين جايين بأفكار دي شرزمة قليلة لا يمثلون الشباب التشادي. يعني انت يعني على حسب كلامك انت ما راضي ايضا للطريقه اللي شاركوا فيها اصلا. دي ما طريقه، ونحن كان نددنا في البدايه بكون المشاركه ما تكون بالطريقه دي. في ناس يعني شباب ما شاء الله عندهم افكار ما خلوهم يشاركوا، وانت تعرف المشاركه محدوده ما مفتوحه لكل الناس. فناس انتهزوا الفرصه دي وقدروا خشوا عشان يبرجلوا الاشياء دي، وما قدروا يبرجلوا. ما دامت النية الشعب التشادي بقت اقوى من نواياهم، نحن الحمد لله يعني كملنا المنتدى ومرق بالتوصيات. ان شاء الله الشعب التشادي يفرح بها وهتخدم باذن الله سبحانه وتعالى وتكون فاتحه بخير وشكل جديد للجمهوريه. يشير اليه المخرج كون الوقت او شكل الانتهاء، كلمه اخيره تختم بها الجمهوريه الرابعه، الجمهوريه المنتظره، الجمهوريه التي يؤلق عليها الشعب التشادي اماله، ممكن ان تخرجنا من هذا الوضع الذي نحن فيه. إخوتي، نحن اليوم في منعطف الطريق، أم ننجح أم نفشل. ما معنات الفشل؟ معنات خروب أحلية، نزوحات، موت. أم ننجح هي رقاء، هي تقدم، هو نجاح، نجاحنا، نجاح أبنائنا، بناتنا، ونكون مثال للدول الجوار حولنا. تمام. أجل ذلك أنا بنطلب من الكل، من كل من يسمعني، أن يقف في هذا البرنامج مع الرئيس الجمهورية، برنامج الجمهورية الرابعة. ولا بد يكون لنا في فكر أن إحنا دارين نوصل شو، خلينا نحدد الشيء اللي إحنا دارين نوصله. لا بد أن إحنا دارين نوصل، ناكل نشبع، نتعالج، نقرأ، نلبس لباس نظيف، سيارات نظيفة، بيوت نظيفة، وكل إنسان وكل مواطن تشادي له الحق. وإذا اشتغلنا في 5 سنين نلحق الشيء ده. أنت كده الآن ذات عيشتني في الجمهورية الجديدة. أستاذ أحمد، الكلمة أخيرة. كلمة أخيرة، والله أنا دائما ألخصها في نقطة أو نقطتين. أولا زي ما ذكر الأخ، لازم نحن نغير سلوكياتنا يا جماعة. أنا الأوان أو الوقت جاء عشان نحن نغير سلوكياتنا، والسلوكيات دي ما في مستوى المسؤولين أو الموظفين، حتى أبسط واحد آخر واحد جادي لازم الأفكار الأول قاعدة دي خلينا غيروها بأفكار يعني بناءة، أفكار يعني تنقص جاد. الشيء الثاني يعني نحن لازم نتوجه للتنمية الريفية بكل صراحة. الكلام ده رئيس الجمهورية أصر علي، وأنا يعني شفت يلوم جادي بطولها وأرضها، جاد غنية بالثروات، يعني عندك ثروة حيوانية هائلة،
عندك أراضي زراعية خصبة، خلينا نستغلوا الأرض دي ما بتكلفنا حاجة دي، بعد ده نشوفوا كيف النتائج. الشيء الثاني أن احنا لازم نمشي نتوجه للجمهورية الرابعة بأفكار بعيدة عن القبلية. القبلية دي صراحة دي أثرت فينا كثير، ودي قاعدة يعني المحسوبية. صحيح. مثلا واحد اليوم إنسان يجيبوه مسؤول وزير يجيبوه اليوم، يعني هو ما بعرف البرنامج شنو، ما بعرف الناس اللي قاعدين شنو، يجي وخلاص بيجيب ناسه، سواء أصدقاء سواء أهل سواء كذا، إذن بالطريقة دي أنا ما نقدر نمشي. صحيح. فلازم أننا نغير مسؤولية أفكارنا دي، وحتى بين التشادين خلينا صفوا قلوبنا، ولازم نحاول يعني نتخطى شيء بناته قبلية عنصرية، ده فلاني ده فلاني ده فلاني، بنتيك وين؟ ما في إنسان يعني أزد من إنسان. صحيح. كلنا شعب واحد، كلنا من آدم ومن من حواء، وكلنا أبناء بلد واحد. خلي يعني الحب والوئام بيناتنا خليه يكون موجود، والأفكار تكون موحدة، بعد تشوفوا النتائج. تمام تمام. أم 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 بس كلمة واحدة ممكن؟ أها تفضل. بخصوص المواشي يا أخواننا، والمسؤولين في الوزارات والمسؤولين في استركتير الدولة في آلات الدولة المختصين بشؤون البهائم، البهائم دي داري ليها محل يصدروها للتصدير عشان يبيعوها فيه، بقت كثيرة وسياتها زمن في الوقت ده، خلاص بنزل بيجوا للحج لأن التور بودون يجيره بيجيب الشيء الفلاني. اليوم التور ما بيمشي أي مكان، يقول لنا الأكل رخيص في السوق. نعم رخيص، لكن شوفوا هل اقتصاد الدولة هذا كويس؟ الناس دي لابد ننقذوها بالطريقة دي، ينظموها. الناس ينظموها، والناس يا جماعة ساعدوها، دي قلب الاقتصاد التشادي. تمام. هم أهل المواشي ده. تمام. وهذا اللي كلام لا كلام جميل. كلام كلام جميل جدا. وأيضا كما أشار الأستاذ أحمد، النظام العملية القبلية والعنصرية دي اللي دمرت تشاد، وأنا عايز نشير كون أمريكا أيضا، أمريكا لم تبنى بالقبلية ولا العنصرية، بل بنوها أناس جاءوا من مناطق مختلفة من أجناس مختلفة من ألوان مختلفة، استطاعوا أن يبنوا دولة أقوى دولة في العالم. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار. طبعا أنا معايا شخصين كبيرين جدا وبتحدثاني بطلاقة والأسئلة كان أمامي كثير جدا، وحاولت أن نختصر هذه الأسئلة، وإلا فإن الزمن لا يسمح لها. تحدثنا عن الجمهورية الرابعة، الجمهورية التي ينتظرها الشعب التشادي، الجمهورية التي يقودها الشباب المتعلمين، الشباب المثقفين، الجمهورية التي يتطلع عليها جميع الشعب التشادي. طبعا حدثوا فيها، ولا أستطيع أن أضيف ولا أستطيع أن أعقب على ما قالوه. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الضيفية فيها، وهما الأستاذ أحمد عمر أحمد، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء سابقا، والمدير العام النائب للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون سابقا، وكان أيضا المفتش العام لوزارة الإعلام، وحاليا الأمين التنفيذي لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ. أشكرك أستاذ أحمد. شكرا. كما أشكر الضيف الثاني في هذه الحلقة، هو أستاذ عبد السلام علي سعيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، والمفتش العام النائب بوزارة المرأة حاليا، وشخصية مرجعية، وشارك في المنتدى الشامل. أشكر لحضورك معنا. سعيد مشكور إن شاء الله. كما أشكركم أيها السادة المشاهدون لبرنامج قضية للحوار، وسألتقيكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة لبرنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته. شكرا.